رأي المرجعية وحاجة العراق. الكاظمي يكشف أركان الحوار الاستراتيجي. استقطاعات الرواتب تفجر غضبا شعبيا، والكاظمي يحذر من استغلالها سياسيا. كورونا العراق يقترب من 17,000 إصابة، وتحذيرات من كارثة في المخيمات. متظاهرو الجنوب يحذرون من تسويف مطالبهم ويلوحون بخطوات تصعيدية. نشرة أخبار يو تي في، أهلا بكم. قبل 12 سنة من الآن وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقا استراتيجيا ينظم علاقة التعاون بين البلدين، ليبدأ اليوم حوارا استراتيجيا جديدا لمراجعة ما أقره سابقه. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحوار بين العراق وأمريكا يعتمد على رأي المرجعية ومجلس النواب وحاجة العراق. الكاظمي قال إن العراق لن يكون منطقة صراع وإنما سلام، لافتا إلى أنه هدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة. الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يأتي وسط كثير من الجدل حول ماهيته وأهدافه، لكن ما هو معلن من الجانب العراقي هو أن السيادة خط أحمر، بينما تقول واشنطن أن الحوار أساسه المصالح المشتركة. هي الجولة الأولى لحوار استراتيجي قيل إنه يرمي إلى إعادة ترتيب علاقة بغداد بواشنطن، حوار ينطلق وسط انقسامات وتجاذبات داخلية حول ماهيته وأهدافه. ففي الوقت الذي تصف فيه أطراف سياسية العلاقة بين البلدين بالصداقة الاستراتيجية، تذهب أخرى إلى اعتبار الحوار ذريعة لإطالة أمد بقاء القوات الأمريكية في العراق وتجنب تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري لواشنطن. الآن العراق ليس في حاجة عسكرية، وهنا قرار لا يمكن مناقشته، هو قرار برلماني بإخراج كافة القوات الأجنبية، واليوم العراق غير محتاج أي قوة أجنبية داخل أراضيه، يجب احترام سيادته. وبين هذا وذاك يأمل آخرون أن يفضي الحوار إلى إبعاد الساحة السياسية والأمنية للعراق عن الصراع بين واشنطن وطهران، وأن تكون السيادة عراقية بعيدة عن التداخلات الخارجية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. نذهب باتجاه مصلحة البلد فوق كل الأمور، كل ما يرتيه المفاوض العراقي أينما تذهب مصلحة البلد نحن نكون مؤيدين لهذا الطرح. الحوار الذي قد تستمر جولاته لأيام يأتي بعد وقت وجيز من تشكيل الحكومة الجديدة التي تواجه ضغوطا لضبط الاستقرار الداخلي والتوازن الخارجي، وقد يكون فرصة أمام حكومة الكاظمي لإعادة ترتيب ملفاتها السياسية والاقتصادية ومحاولة مسك العصا من الوسط في علاقتها مع طهران وواشنطن أساسها السيادة العراقية. وبشأن هذا الملف ينضم إلينا من إربيل مباشرة الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي. سيد الطائي، أهلا بك. ما أهمية الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في هذا التوقيت؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. بالحقيقة هذا الحوار ليس مجرد حوار بين العراق والولايات المتحدة، هو حوار بين العراق والعالم. العراق يتلكأ وينزلق بين الحين والآخر، كل 3-4 سنوات صايرة طرقاعة بالبلد ومصيبة، ويريد أن ينتقل من كونه موصوفا بأنه دولة فاشلة إلى كونه مشروعا واحدا لشراكة مسؤولة مع المحيط الإقليمي، مع المحيط الدولي، في استقرار العالم، في تجارة العالم، وفي أمن العالم. أمريكا الحوار معها يمثل مدخل لكي يكتشف العالم هل يمكن للعراق أن يتقدم أم أنه بلد منهار تهدده احتجاجات شعبية من جهة، وانقلابات تقوم بها ميليشيات، انقلابات وليس انقلاب واحد، تقوم بها ميليشيات إيرانية
مسلحة تقتل المتظاهرين والمحتجين وتعتدي على سيادة الدولة، ولا تسمح بتطوير الشراكات خاصة في مجال الاستثمار والصناعة والزراعة مع شركائنا الدوليين الراغبين بالتواجد في العراق، كما كانوا متواجدين، العالم كله كان متواجدا عبر التاريخ في بلاد الرافدين الواصلة بين أسواق آسيا، أسواق الحرير، وبين أسواق أوروبا في قلب الطرق التجارية الدولية. الحوار مع أمريكا يمهد لدخول العراق حوارا مع العالم بشأن ملفات المشاركة هذه، ولن يخضع لإملاءات أصوات منفعلة وأصوات ارتجالية وأصوات تريد أن يبدو العراق وكأنه خاضع لإيران مثلا، أو أن ينفذ مطالب إيرانية. لا أحد يريد بالتأكيد وجود جيوش أجنبية في العراق، لكن يجب أن يكون هذا وفق رؤية عراقية، وفق دراسة عراقية، ووفق قرار عراقي، وبلا أي إملاءات من هذا الجار أو ذاك. رغم إذن الضغوطات التي تهدد وجود القوات الأمريكية في العراق، هل ستصر الولايات المتحدة على رسم علاقات مستقبلية جديدة مع العراق؟ الولايات المتحدة لوحدها لا أعتقد أنها يمكن أن تقوم بأفعال مصيبة 100%. هي تعلم أنه إذا انسحبت فسيكون هناك فراغ سرعان ما تملأه دول مثل الصين ومثل روسيا، فضلا عن ميليشيات الفصائل المسلحة المقربة على الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة. لذلك يعني أدركت ذلك بشكل واضح عام 2014 بعد انسحابها بسنتين أو ثلاثة، حصلت الكوارث والسياسات الخاطئة، واجتاح تنظيم داعش العراق، وتعرقل برنامج تأهيل القوات المسلحة وتأهيل القوات الأمنية، وتعرقلت مصالح كبرى. الآن الولايات المتحدة لا تريد تكرار ذلك الخطأ، العراقيون أيضا لا يريدون تكرار ذلك الخطأ، يريدون لكل شيء أن يكون محسوبا، تأهيل القوات، تأهيل شراكاتنا الاستخبارية، تطوير أنظمة المعلومات والرصد والرادار والغطاء الجوي وما إلى ذلك، لأن العراق أمنه مرتبط بأمن كل المنطقة، وليس وبالتالي أمن العالم، أمن حقول النفط وأمن الملاحة الدولية، والمنطقة متفجرة بالصراعات القومية والإثنية وما إلى ذلك. ويراد العراق أن يكون عامل استقرار يساعد الدول التي فيها اضطرابات على أن تبني استقرارها، لا أن يكون عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة. نحن في بلد الحكومة تريد أن تستعيد الدولة بعد شهور من سرقة القرار الأمني، الفصائل المسلحة سرقت القرار الأمني، قتلت الناشطين، قتلت 700 ناشط، واستهدفت أكثر من 30,000 عراقي بين جريح ومخطوف ومجهول المصير لحد الآن، استهدفت شركات نفط، استهدفت شركات بناء وإنشاءات في مجالات النقل والصناعة وما إلى ذلك. حكومة مصطفى الكاظمي تريد باسم مبادئ تشرين الإصلاحية أن تستعيد الدولة من هؤلاء الانقلابيين الميليشياويين، وتحتاج في هذه العملية إلى مساعدة الرأي العام العراقي ومساعدة كل الشركاء الدوليين في مجال الأمن ومجال الاستقرار الاقتصادي وما إلى ذلك. الكاظمي أيضا أكد أن الحوار بين واشنطن وبغداد سيعتمد على ثلاثة أطراف، ربما هي رأي المرجعية، مجلس النواب، وحاجة العراق. بين هذه الأطراف ربما ترفض وجود القوات الأمريكية، ما قولك بهذا الكلام للسيد رئيس مجلس الوزراء؟ يعني هو بالنهاية يجب أن يعتمد على الرأي العام العراقي، الرأي العام العراقي أصبح لديه صوت، لديه حركة فيها مبادئ، فيها أفكار، فيها تضحيات شجاعة وجريئة، ويمكن أن تتجدد الاحتجاجات في أي لحظة إذا لم تكن الحكومة وفية لحركة تشرين. المرجعية أيضا هي ليست ضد الحكومة طبعا، لكنها أيضا مع احتجاجات تشرين، مرارا قالت أنها مع احتجاجات تشرين. أما البرلمان فهو حالة منقسمة، لا يزال حالة صعبة، القوى الوطنية في البرلمان، القوى الموصوفة بالاعتدال في البرلمان لم توحد صفوفها بعد، بينما التيار المتشدد الموالي لإيران الذي يفتخر برفع صور خامنئي وخميني ويقتل الناس علانية ويخطفهم ويهددهم علانية، هذا التيار موجود موحد في البرلمان ووضعه خطير جدا، وإذا بقيت الدولة تحت رحمة هذا التيار فسنعاني جميعا. باختصار هذا الحوار
سيكشف جزءا من جوانب سيكشف جانبا من جوانب المواجهة بين حكومة الكاظمي وبين الخارجين عن القانون الموجودين في البرلمان والموجودين في مقراتهم المنتشرة في أنحاء العراق والتي تخرق السيادة العراقية. نعم. كل لحظة وكل يوم. الجانب الأمريكي يؤكد أن الحوار سيكون بطابع تخطيطي لحماية قوات التحالف التي جاءت لمساندة القوات العراقية لدحر داعش، وسيكون ضمن أجندة المباحثات. ترى كيف سيكون نوعية الحماية لهذه القوات؟ القوات الأمريكية تحمي نفسها بالحقيقة، لكنها تريد أيضا تعاون استخباري مع الجانب العراقي، لأن الصواريخ التي تستهدف القوات الأمريكية هي نفسها التي استهدفت شركات النفط في البصرة وغير البصرة، هي نفسها التي استهدفت شركات لبناء منشآتنا الحيوية في مجال النقل وفي مجال الطاقة، هي نفسها التي خطفت الناشطين، قتلت الأبرياء، هي نفسها التي تريد تخريب علاقة العراق مع محيطه الحيوي العربي وغير العربي. بالتالي الحكومة في زمن السيد عادل عبد المهدي استسلمت لهذه الميليشيات ولم تتعاون لكشف الجهات التي تخرق القانون وتقتل الناس وتستهدف المصالح العليا في البلاد. الآن المطلوب من حكومة السيد الكاظمي أن تستأنف التعاون الجيد الأمني والاستخباري الذي كان موجودا طوال تقريبا عهد حيدر العبادي، إلى أن تستكمل القوات الأمريكية مهمتها في العراق، ويستطيع العراق حينئذ أن يقول الآن اكتملت عملية التأهيل والتدريب، ولا نريد، لسنا محتاجين. هذا قد يحصل بعد 6 أشهر، قد يحصل بعد سنة، ولا يوجد بلد في العالم يقبل بوجود قوات أجنبية رغم إرادته، لكن لن يحصل ذلك بإملاء من طهران أو إملاء من هذه العصابات المسلحة التي تخطف الدولة كل يوم. سرمد الطائي الكاتب والمحلل السياسي حدثنا مباشرة من أربيل، شكرا جزيلا لك. ونبقى في سياق ملف ذاته، إذ حذر رئيس التحالف الفتح هادي العامري الوفد العراقي من أي تلكؤ أو إخفاق في الحوار الاستراتيجي. العامري وفي بيان له طالب الوفد بأن يضع نصب عينيه خروج القوات الأجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، مشيرا إلى أن أي تهاون أو تلكؤ أو إخفاق سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ العراق والوفد المفاوض، وأنه يتحمل مسؤولية ذلك على حد ما جاء في البيان. إلى ذلك، أكد الموفد الأمريكي إلى التحالف الدولي جيمس جيفري عدم وجود أي تغيير في موقف الإدارة الأمريكية فيما يخص وجود قواتها في العراق. جيفري قال إن قوى سياسية ودينية عراقية اتخذت موقفا بأنه لا يجب اتخاذ قرار يتعلق بالضد من الوجود العسكري قبل إجراء انتخابات جديدة، وأن بلاده ستواصل الحفاظ على وجود قواتها طالما رغبت الحكومة العراقية بذلك. واستهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا، وقال مراسلنا إن المنطقة المحصنة أمنيا والتي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية ومن ضمنها السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار تحسبا لهجمات أخرى، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. يتزامن هذا التطور مع دخول العراق في حوار مع الولايات المتحدة لبحث قضايا من بينها مصير الوجود العسكري. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إعادة الاستقطاعات إلى رواتب المتقاعدين خلال الأيام المقبلة. الكاظمي أوضح خلال مؤتمر صحفي أن 73% من المتقاعدين تسلموا رواتب كاملة، لافتا إلى أن العراق يعاني سوء تخطيط ولا يوجد اقتصاد في البلد، كما أشار إلى دعم القطاع الخاص الذي يمثل الأساس في بناء البلاد.
الكاظم اتهم كتلا سياسية باستغلال استقطاع الرواتب لأغراض سياسية. الكاظمي أكد عدم وجود تخفيض للرواتب وإنما هي عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية، وأن القرار لم يمس راتب أي شهيد، مشيرا إلى أنه لا يوجد استقطاع في رواتب المتقاعدين، وإنما فرضت ضريبة مقدارها 90,000 دينار على من يتقاضى راتبا تقاعديا بمقدار 1.5 مليون دينار. في المقابل أكد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عدم وجود عجز مالي في الدولة، معتبرا أن الاستقطاع من رواتب المتقاعدين جريمة قانونية. لا يوجد هناك أي عجز مالي في الدولة العراقية، ولا ما موجود في الدولة العراقية هو عدم وجود الشخص الجيد في المكان المناسب. الفساد المستشري في الدولة العراقية جريمة قانونية، جريمة بحق المتقاعدين اللي صرفوا ما يقارب أكثر من 25 سنة في خدمة الدولة، والراتب مو منه، استحقاق، هو عبارة عن استقطاع شهري أثناء سنوات الخدمة يودع كأمانات داخل صندوق التقاعد، والتقاعد يستثمر هاي الأموال تجي أرباح. وين راحت هاي الفلوس؟ ما يقارب 13 تريليون دينار عراقي موجودة بالصندوق، تروح له بالصندوق ماكو، استثمرتها زين، أموال الاستثمار وين؟ نبقى في سياق تداعيات الأزمة المالية، إذ حذرت كتلة دولة القانون النيابية من المساس برواتب موظفي الدولة من الدرجات الدنيا والوسطى، رافضة استقطاع رواتب المتقاعدين. نطالب الحكومة بضرورة عدم المساس برواتب موظف الدولة من الدرجات الدنيا والوسطى. ثانياً، نرفض الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والتي هي في الحد الأدنى من الراتب، مما يؤثر على معيشتهم وازدياد نسبة الفقر لديهم، علماً أن قانون ضريبة الدخل يعفي المتقاعدين من استقطاع ضريبة الدخل، وما حصل يعد مخالفة قانونية صريحة. استياء شعبي لدى موظفي ومتقاعدي محافظة كركوك بسبب قرار الاستقطاع وفرض الضرائب على رواتبهم، فيما طالب مختصون الحكومة بإيجاد إيرادات بديلة لحل الأزمة المالية. إلى من يلجأ العراقيون؟ سؤال مطروح تجاه كارثة مالية مرتقبة باتت تهدد شريحة المتقاعدين والموظفين بعد قرار الاستقطاع وفرض الضرائب. في كركوك حالة استياء شعبي واسعة نتيجة السياسة المالية المتبعة. كان قبل نستلم من وكيل يوم 1 بالشهر، اليوم 10 بالشهر، لحد الان ما مستلم، وهسه من جاي يستلم يتفاجئ انه قاصر من عده. ليش؟ شنو ذنب هذا الفقير للعمر هذا خدم الدولة كذا سنة وكذا سنة، ها وهسه جاي قاعد عمر راتبه هالقد، هسه اليوم يصير على المتقاعدين باشرة مع الموظفين. هم نفس الشيء كذلك. لم تكن رواتب المتقاعدين والموظفين على ما يبدو خطا احمر في حسابات الحكومه، فالاستقطاعات مضت والتداعيات توالت، فيما ارتفعت الاصوات البرلمانيه مؤكده عدم شرعيه القرار بالاستناد الى قانون الضرائب لعام 1982. قرار شكل صدمه لدى الاوساط الشعبيه لما له من تأثيرات سلبية عليهم، فيما رأى مراقبون أنه كان الأجدر بالحكومة أن تلجأ إلى الإيرادات التي تجنيها من القطاع النفطي عوضا عن اللجوء إلى رواتب البسطاء. سيكون له انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي، لأن غالبية الوظائف والأعمال المحلية في القطاع الخاص تعتمد على هذه الرواتب. لماذا لا تذهب إلى جباية المصافي؟ مليون برميل تدفع وزارة النفط تدفعها باتجاه المصافي المحلية، هذه إيراداتها يتجاوز 142 تريليون لو نحسبها سنويا أو أقل من هذا. حالة من التذمر يعيشها المتقاعدون هنا على وقع قرار الاستقطاع، في وقت تتعالى فيه الأصوات لإقالة المسؤولين عن هذا القرار على اعتبار أنه لا يستند إلى نص تشريعي. من كركوك عبد الله العامري، يو تي في. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل.
بعد 3 سنوات على تحريرها، حقائق وأرقام تكشف ما حل بالموصل من دمار. أهلا بكم مجددا. دمار وصف بأنه الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية خلفته معارك تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، تشارك فيه القصف المدفعي والصاروخي للقوات المحررة من جهة، والتخريب المتعمد لعناصر داعش من جهة أخرى. أكثر الأماكن تضررا هي الموصل القديمة، إذ محيت بالكامل ولم يتبقى منها غير بعض من شواهد معمارية تاريخية وحضارية ثقافية. يو تي في تفتح ملف الدمار الذي طال مدينة الموصل بالأحداث والأرقام. مدينة الموصل تعاني بعد نحو 3 سنوات على تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، تعاني دماراً شمل جميع بناها التحتية. فكم ثمن الفاتورة؟ وما حجم الدمار هناك؟ نافذة بالحقائق والأرقام تطل علينا من خلالها سهام فضل الله. أهلاً بكم. فاتورة باهظة كانت ثمن استعادة الموصل من أعتى تنظيم إرهابي. الركام والخراب كانا شاهدا حقيقيا على ذلك. فما هو حجم الدمار الذي خلفته المعارك بين القوات العراقية المدعومة بسلاح الجو الأمريكي وتنظيم داعش؟ بعد انتهاء المعارك التي استمرت في الموصل أكثر من 9 أشهر، واجه خلالها السكان أزمة إنسانية كانت كارثية عليهم، فأعداد الموتى تقدر بالآلاف، ويربو عدد من تركوا منازلهم هرباً من المعارك التي بدأت في تشرين الأول عام 2016 على 1,000,000 شخص. بفعل الحرب أيضاً تحول معظم أجزاء الموصل ثاني كبريات مدن العراق إلى ركام، إذ تعد المعركة التي شهدتها المدينة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأظهرت آخر تقييمات الأمم المتحدة أن كل أجزاء الموصل قد لاحق بها ضرر من نوع ما، لكن الجزء الغربي منها كان له حصة الأسد من الخراب، لكنه حرر من قبضة تنظيم داعش بعد 6 أشهر من تحرير القسم الشمالي منها. تقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار أكبر بكثير مما تظهره صور الأقمار الصناعية، ويقدر أيضاً حجم الأضرار ب10,000 مبنى دمرت بشكل كامل، غير أنه بحسبان الدمار للأبنية التي لا يمكن للأقمار الصناعية كشفها، تقدر الأمم المتحدة الرقم الحقيقي للأبنية المدمرة بنحو 32,000 مبنى، وتؤكد أنها تحتاج إلى سنوات طويلة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وبحسب تقارير دولية أخرى كشفت حجم الدمار في الموصل، فإن أكثر من 253 مبنى عاماً دمر، ونحو 397 مبنى تجارياً وصناعياً، و735 طريقاً وجسراً، و22 مبنىً دينياً، بالإضافة إلى 25 منشأة عسكرية وأمنية، فضلاً عن 18 منشأة ترفيهية ورياضية. سوء التخطيط فتح الباب أمام سوء إدارة جهود إعادة البناء والفساد الذي عانت منه المدينة، جعل انتعاشها بطيئاً واعتباطياً، إذ خصصت الحكومة في موازنة العام الماضي 560 مليون دولار لإعادة بناء الموصل، لكن الأمم المتحدة تقدر كلفة إعادة البناء بمبلغ يتجاوز 1,000,000,000,000 دولار، لكن كل ذلك لم يمنع الأهالي من إعمار مناطقهم بجهودهم الشخصية. كانت هذه إذن نافذة خاصة حول إعادة إعمار الموصل. أما الآن فنعود لمتابعة بقية أخبارنا.
الحرب على الموصل خلفت دمارا كبيرا شمل المدينة كلها بمؤسساتها الحكومية وكذلك غير الحكومية أيضا من مشاف ومدارس وجسور. وبعد سنوات من الحرب والتحرير ما يزال الدمار شاهدا على عجز واضح عن إعمار المدن. هكذا هو المشهد في مدينة الموصل القديمة، الخراب يملأ المكان. 11,000 وحدة سكنية في هذه البقعة وحدها دمرت بشكل شبه كامل، فيما طال حجم الضرر والدمار أكثر من 90,000 عقار في عموم المحافظة بحسب إحصاءات دائرة تعويضات نينوى. استلمنا لغاية ما قبل كورونا والحظر بحدود 40,000 معاملة، لكن فيما يخص العقارات ما زال هناك الكثير الكثير. يعني أنا شخصيا أتوقع أنه راح يتجاوز 80,000 عقار، 90,000 عقار حجم الدمار. 54 حيا سكنيا في القسم الغربي من الموصل تعرض معظمها لدمار كبير، فيما قالت الأمم المتحدة إن 15 حيا غير قابل للسكن بسبب شدة الدمار. وعلى الرغم من توقف أزيز الرصاص منذ قرابة 3 أعوام فإن عجلة الإعمار تسير ببطء شديد على عكس ما كان يتمناه الأهالي، لكن بفضل بعض الجهود الذاتية وبدعم منظمات غير حكومية تمكنت عشرات الأسر من إعادة إعمار منازلهم، من بينهم رضوان الذي اضطر إلى العودة إلى منزله وسط بحر من الركام. يعني الدوعش هذا خلفه له دمار، هسه انا خسرت اختي وبيتي، وما بس بيتي، بيتي هسه يمكن 4 أو 5 رجعوا قريبين علي، منظمات اشتغلوا ببيوتهم وناس خيرين. الدمار لم يقتصر على منازل المواطنين فحسب، بل كان للبنى التحتية نصيبها هي الاخرى من الدمار كالمشافي والمدارس والجسور وبقية مؤسسات الدولة الخدمية. العيش بين الركام واقع مرير يبدو أنه فرض على سكان الموصل القديمة زمنا غير محدد، فلا بوادر حكومية لإزاحة ما خلفته الحرب التي تعيد لناظريها فواجع الأمس القريب. من الموصل القديمة قاسم الزيدي، يو تي في. ومعنا مباشرة عبر سكايب عضو مجلس النواب عن الموصل عبد الرحيم الشمري. أستاذ الشمري أهلا بك. إذن بعد كل هذه السنين على تحرير الموصل لم نشهد أي إعمار يذكر لبعض مدنها خصوصا في الجزء الغربي الذي تضرر كثيرا. شكرا جزيلا، حياكم الله يا مشاهدي الكرام، وأنا سعيدين أن نطلع معاكم اليوم. حصل طبعا التحرير كان رائع وبصراحة قطع كل ما نينوى واللي عنده إعداد رائع، ولكن كان الموضوع اللي هو يعني اللي المفروض تعمر فيه نينوى كان ممكن يكون ذكر، ولكن أقول لك هو ذكر مليون مليار و800 يعني مليار و800 مليون. أنا أكد لك المحافظة استلم هذا، ولكن تأثير مدينة الموصل وخصوصاً اللي يسميه جرم غربي هذا شيء لم يكن وجود مستشفيات أو هي المطالب تسرق. استلم السلطة هنا اشتغل ولكن أغلب جيوب الفاسدين اليوم وقوف عليها الحكومة الاتحادية مع عدا صندوق ما عدا المنظمات. نعم، يعني الصوت لا يصلنا بشكل واضح ربما لضعف شبكة الإنترنت لديك. يعني أنا وصلت نعم. وصلت جيد، فيفترض يكون بنفس الطريقة بالنسبة لي. إذن يعني في كل الأحوال يعني نشكرك جدا السيد عبد الرحيم الشمري عضو مجلس النواب عن الموصل.
ونبقى في سياق ملف سقوط الموصل، حيث دعا عضو مجلس النواب نايف الشمري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فتح ملف سقوط الموصل وإحالة كل من تسبب فيه إلى القضاء. فتح ملف سقوط الموصل وتحيل كل من تسبب بهذه النكبة والانتكاسة الكبيرة للقضاء، فلم يحال للقضاء إلا عدد قليل لا يتناسب مع حجم الكارثة، فهم السبب الحقيقي في تدمير كل شيء في نينوى. ولا زال أهالي محافظة نينوى لم يتم تعويضهم من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية، وهناك أكثر من 50,000 وحدة سكنية مدمرة، ولا زالت عوائل من اعتقلهم تنظيم داعش الإرهابي لم تنصفهم الحكومة العراقية ولم تصرف لهم رواتب أسوة بشهداء العراق. أن تشكل لجنة لمعرفة مصير من اعتقل من أهالي الموصل خلال عمليات التحرير ولا زال مصيرهم مجهول، وأمهاتهم وآبائهم تسيل دموعهم يومياً على فلذات أكبادهم. حذرت مفوضية حقوق الإنسان من كارثة إنسانية في مخيمات النازحين ما لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي. عضو المفوضية فاضل الغراوي أكد في بيان تشخيص حالة إصابة لسيدة مسنة بوباء كورونا في مخيم آشتي المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين في السليمانية، مشيرا إلى أن مخيمات النازحين سيشهد كارثة إنسانية إذا لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين بهذه المخيمات. سجل العراق 31 وفاة و 1261 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة وفي بيان ذكرت أن عدد المتعافين بلغ 354 شخصا، وبذلك يكون مجموع الإصابات 16,675 إصابة، وعدد الوفيات الكلي 457 حالة وفاة، بينما بلغ العدد النهائي للمتماثلين للشفاء 6,565 شخصا. إلى ذلك، كشفت خلية الأزمة النيابية عن وجود نقص في معدات طبية تدخل في عملية تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال مقرر اللجنة جواد الموساوي إن هناك نقصا بمواد الكشف عن حالات الإصابة بكورونا وقلة توافر المواد الخاصة بالفحص السريع وبالمسحة في المستشفيات الحكومية، مضيفا أن لدى وزارة الصحة تلكؤا في عقود التجهيز، موضحا وجود هدر بالمال العام لدى المسؤولين في الوزارة تعاقدهم مع الشركات العلمية وتأخرهم باستيراد المواد الخاصة بالكشف عن حالات الإصابة بالفيروس. قررت خلية الأزمة في الأنبار رفع حظر التجوال الشامل عن المحافظة بدءا من يوم الأحد المقبل. المحافظة شهدت عدد من الإصابات في الآونة الأخيرة، وتم وضع الحلول الناجعة لهذه الإصابات ودراسة مشاكلها، وتبين أن جميع هذه الإصابات هي وافدة من المحافظات القريبة والداخلة إلى المحافظة. من يوم الأحد إن شاء الله سيرفع الحظر عن المحافظة، وبذلك يكون السماح للجزئي في المحافظة. الدوائر سيكون الدوام 25%، ووفق ما يراه المدير الدائرة ونخول مدير الدائرة المعنية باختيار عدد الموظفين. ولكن حقيقة كل هذه الشروط وفتح الحظر هو بموجب التوصيات السلامة المهنية. من جانبه، قال المدير العام لصحة الأنبار خضير خلف شلال أن المحافظة سجلت عددا من الإصابات في غضون الفترة الماضية، لكن الوضع تحت سيطرة الفرق الصحية، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية جديدة سيتم تطبيقها لمنع انتشار الفيروس في المحافظة. نستطيع أن نحمي المحافظة من الوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصا الإجراءات على المستوى الشخصي وعلى مستوى المنزل، من خلال الحرص على ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين المستمر،
وإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات وعدم المصافحة والتقبيل، بالإضافة إلى تكثيف فرق الرصد الوبائي الفعال وفرق الاستجابة السريعة ومفارز الدخول الخارجية وفي أقضية المحافظات. دعوة من خلية الأزمة إلى رجال الدين وشيوخ العشائر على ضرورة توعية الناس والالتزام بتعليمات دار صحة الأنبار وخلية الأزمة. أغلق المتظاهرون في محافظة المثنى بوابة مصفى السماء والنفطي في خطوة تصعيدية لعدم استجابة مطالبهم من قبل الحكومة. متظاهرو كلية الإدارة والاقتصاد أكدوا أنهم يحتجون منذ 7 أشهر للمطالبة بإيجاد فرص التعيين لهم، مشيرين إلى أن أغلاق المصفى ومنع دخول الشاحنات النفطية إليه والتصعيد في التظاهر جاء نتيجة للتجاهل الحكومي المستمر بحق مطالبهم. احنا خريجين الإدارة والاقتصاد طالعين اليوم معتصمين بباب مصفى نفط السماء، وصار لنا تقريبا 7 أشهر ما شفنا أي شيء ملموس. راجعنا الحكومة المحلية، الحكومة المحلية يقول روح لبغداد وجيبوا تعيينكم من الوزارة. أنا خريج أريد تعييني حال أي شاب، أي شاب بأي دولة، المفروض تعييناتنا مركزية. يعني 7 أشهر نايم بالشارع ليش؟ يعني أنا ما لي حق بالعراق؟ قل لي 17 سنة دراسة، 20 سنة دراسة، أبو الماجستير نايم هنا حالي، يعني ليش؟ اكو حل، هاي اكو خطه مستقبليه، هاي طلاب جاي تدرس شنو ذنبها؟ يعني باكر من يتخرج هم حالي يحط له خيمه؟ يعني نريد خطط مستقبليه. حكومه العراق صار 17 سنه لازمين الحكم، وزير التخطيط يجي ويروح ما تعرفه شنو شغله، غير اكو خطط مستقبليه لهاي الشباب، لهاي الخريجين، حذف واستحداث. في ملف الاحتجاجات أيضا، تظاهر عشرات العاملين بالأجور اليومية أمام مبنى ديوان محافظة البصرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر. المتظاهرون لوحوا في حال عدم تنفيذ مطالبهم باتخاذ خطوات التصعيدية في جميع الدوائر التي تضم أولئك العاملين، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في بغداد. وطالب المتظاهرون بتحويلهم إلى عقود وزارية ضمن موازنة العام الحالي. احنا اليوم هاي الشريحة اللي امامكم تطلب مستحقات 6 أشهر بدون صرف مستحقات، وحاليا مستمرين بالدوام، وكذلك نطالب الحكومة المركزية بإدراجنا من خلال الموازنة 2020 بتحويلنا على عقود وزارية بضمن قرار 315 التابع لمجلس الوزراء. حاليا هاي الشريحة اللي قدامكم طبعا اجت من ضمن الإصلاحات اللي تم تداولها من قبل مجلس الوزراء، وتم اتخاذ قرار 315 مادة 337 بعمل القضاء على البطالة في محافظة البصرة. انصفوا شباب البصرة، انصفوا أهل البصرة، يا حكومة بغداد، يا حكومة، يا رئاسة الوزراء، يا رئيس الوزراء، نناشد ونطالب رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بأن تحويلنا والنظر إلينا. نحن أصحاب عوائل 30,000 درجة وظيفية ضمن القرعة اللي فازت بالملعب، وتحويلنا إلى عقود وزارية ومستحقاتنا بأثر رجعي. تعتزم وزارة العمل فرض جملة من القوانين على العمالة الأجنبية وتصحيح مسار العمال في الشركات العاملة في العراق، حيث من المقرر أن يتم تشغيل 50% من العمالة المحلية. ملف العمالة الأجنبية في العراق ملف قديم جديد عاد هذه المرة إلى السطح بعد إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ حملة لتطبيق القوانين على العمالة الأجنبية في البلاد. الوزير أكد عزمه تشغيل 50% من العمالة المحلية مقابل العمالة من جنسيات أخرى. هذه الخطوة وجد صداها في نقابات العمال. يعني حسب العقود مع الشركات الأجنبية يجب أن تصل إلى 70% العمالة العراقية، مو العمالة الأجنبية يوصلون 60% والعمالة العراقية 40%. فهاي العمالة الأجنبية بدأت تتأثر بشكل مباشر على العمالة العراقية، عندنا بطالة كلش كبيرة. العمالة الأجنبية هو العنوان العريض الذي لا يغيب عن أحاديث الشباب العاطلين عن العمل والذين ما انفكوا يخرجون في تظاهرات تطالب بالتوظيف، فهم يعتقدون أن العمال الأجانب هم السبب في حرمانهم من فرص العمل وخاصة العمل في الشركات النفطية. احنا للبصرة خيرنا لغيرنا،
يعني يجي ابن الصين ابن أي دولة يجي للعراق وخاصة بالبصرة يجي يشتغل، وبالخصوص حتى المحافظات تجي للبصرة تشتغل وإحنا مهم ماشيين. وتأتي الشركات النفطية في المرتبة الأولى في تشغيل العمالة الأجنبية، حيث تصل أعدادهم إلى 80,000 بحسب الأرقام الرسمية. أما أصحاب الورش والمصانع فهم يفضلون العمالة الآسيوية بسبب قلة أجورهم، وهذا ما فاقم من أزمة البطالة. والله تعبنا أنا هم مواطن البصري، والله خرب البصر، شنو مليانة والله تعبنا صرنا شقد. أمام هذا أعلن مكتب التشغيل في البصرة هنا صدور قرار باستبدال بعض العمالة الأجنبية بنظرائهم العراقيين بعد لجوء شركات أجنبية إلى تقليص العمالة المحلية وزيادة عمالها الأجانب. خفض نسبة العمالة الأجنبية الوافدة هو ما تسعى إليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لفسح المجال للقوى الوطنية العاملة التي تشكو من غياب الوظائف وقلة فرص العمل. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. عالميا تقترب حصيلة إصابات كورونا من 7,500,000 حالة، ووفق أرقام موقع وورد ميتر المختص بإحصاءات الوباء فأن الوفيات العالمية بلغت نحو 420,000 حالة، فيما تماثل للشفاء أكثر من 3,800,000 شخص. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بإزالة تماثيل عدد من قادة الحقبة الكونفدرالية في أثناء الحرب الأهلية. ترامب وفي تغريدة له رد على مطالب المحتجين بأنه يجب احترام الجيش الأمريكي وعدم السماح بإزالة تلك التماثيل العائدة إلى قادة كانوا مدافعين عن التمييز العنصري في البلاد. من جهتها طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بإزالة تماثيل لمسؤولين من تلك الحقبة من أمام مبنى الكابيتول، وصفة إياها بأنها تكريس للكراهية. المتحدث باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قالت إن ترامب يضع اللمسات الأخيرة على مقترحات إصلاح أقسام الشرطة في البلاد في إطار الاحتجاجات المتواصلة. أمضى الرئيس الأيام العشرة الأخيرة في العمل بجدية على مقترحات لمعالجة القضايا التي أثارها المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد، وهي قضايا مشروعة. أخبرت بأن هذه التعديلات والمقترحات وصلت لمراحلها النهائية وسيجري إعلانها في غضون الأيام المقبلة. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأمريكيين غير صحيحة، متهماً إياها بالفشل. لقد أصبحت هذه المحكمة فاسدة وتحاول ملاحقة الشبان والشابات من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قاتلوا بشدة في أفغانستان، ولا يحق لها محاكمة الجنود الأمريكيين، أن الولايات المتحدة قادرة على معاقبة مواطنيها. نعود إلى المحليات. فبعد تفشي جائحة كورونا وفرض حظر التجوال في العراق، استحدث أطفال في أحد دور رعاية الأيتام في بغداد عالما خاصا بهم يتناسب ومتطلبات الواقع الجديد. حالمون بغد أفضل، متسلحون بالإبداع. 50 يتيما تغيرت حياتهم بشكل كامل منذ انتشار وباء كورونا في العراق، ليس فقط لأنهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، ولكن تم إلغاء الزيارات والأنشطة الخارجية أيضا. في البيت العراقي الآمن للإبداع في العاصمة بغداد يعيش أيتام تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، عقدوا العزم ثم نجحوا بالتكيف مع الواقع الجديد. خلينا الأطفال يتكيفون ويا الوضع بداخل المؤسسة، أن يعيش يومه بداخل المؤسسة حتى إذا ما طلع خارج، يعني للشارع أو لممارسة نشاطات أخرى خارج المؤسسة، وهذا فشيء إيجابي. بعكس كثير من الأسر اللي دتعاني اليوم بسبب أنه هي أطفالها ما متعودة أن تقعد داخل البيت.
تنوعت مهارات هؤلاء الأطفال وتعددت اهتماماتهم تماشياً مع الواقع الجديد، فمنهم من أحب أن يرسم أحلامه وآخر يهوى احتراف مهنة الحلاقة. صح، بس احنا بوضع كورونا والعالم كله خايف، احنا قمنا سوينا، بعضنا اللي يحلق، بعضنا اللي يزين، بعضنا الطباخ، بعضنا الرسام، الموسيقى، بعضنا احنا ناخذ الجهال عم بنكعبهم شكله، كان احنا بوضع كورونا نقدر نطلع ونطب، ناخذ الاطفال مالتنا اخونا نلعبهم جوا بقاعتنا العاب، فاحنا بنينا كل شيء نفسنا. سعى القائمون على إدارة هذا الدار والعاملون فيها على توفير أجواء صحية للأيتام تجنباً لإصابتهم بالملل أو الاكتئاب بعد أن أصبح حتماً عليهم القيام بكل شيء بين جدران هذا البيت، صانعين غداً أجمل. كان في قديم الزمان، كان أكو هذا فالة. ومع فرحة الأيتام البسيطة تنتهي نشرة أخبار يو تي في. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.